فريد اسماعيل فليتفضل. دكتور فريد يا شباب كان موجود معانا طول ايام الثوره في مكتب سفير هنا، ما كانش بيسيبها بصراحه يعني، ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اليوم يوم الوحدة، النهاردة يوم تلتقي فيه مصر كلها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. اليوم يوم الوحدة، قوتنا أيها الإخوة الكرام في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا